مساء الخير مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة من برنامج سكرين شوت. النهاردة الحلقة مميزة جدا، هنتكلم فيها عن الزمن الجميل والفن. وإذا اتكلمنا النهاردة عن الزمن والفن الأصيل، عندنا شخصية مميزة جدا امتازت ببراعة في الفن والتمثيل والمسرح. ظهرت في السبعينات وكان لها دور مميز في الأدوار الدينية والأدوار التاريخية. ومن الأدوار الدينية المشهورة جدا مسلسل محمد رسول الله، ومن والمسلسلات الدينية والتاريخية أخرى زي مسلسل عمر بن العاص وحسن البصري. النهاردة معانا شخصية امتازت بالعديد من الأدوار، كان لها توالت على العديد من المناصب، أهمها المنصب مدير مسرح الغوري، يلي مدير مسرح الكوميدي، وبعد ذلك حصلت بعض التغيرات الموجودة في الوزارة، فأصبح بعدها مديرا للشباب، المسرح الشباب. وطبعا نظرا لحبه وتعاطفه مع الشباب فاختاروه أساسا ليكون مدير للمسرح الشباب. حصل على درجة فنان قدير من الدولة بقرار من الوزارة، حصل على وكيل وزارة، وكان أستاذ في كلية الآداب، وهو أيضا حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية وماجستير في الإخراج. كانت بدايته وشهرته فيها مسلسل القضبان، كان مع الممثل الراحل محمود المليجي، ويليها مسلسل العاصفة. توالت طبعا أعماله ما بين التمثيل وبين الإخراج، إلى جانب أنه هو كان موجود في أسرة فنية عريقة. طبعا شقيقه معروف جدا عندنا، الله يرحمه، نور الدمرداش، وشقيقه الأستاذ رؤوف الدمرداش. تعددت أعماله، وطبعا ابنه معروف ومشهور في جميع المسلسلات، ومن اشهر مسلسلاته طبعا عائلة متولي اللي هو احمد الدمرداش. معانا ومعاكم حبيبنا كلنا الممثل القدير والمخرج المسرحي الكبير مصطفى الدمرداش. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكو، نورتنا يا فندم. شكرا. والنهارده طبعا عندنا شخصيه مميزه عرفت بالعطاء والحب لكل الجمعيات والمؤسسات الخيريه، كفاءه انها حولت لحاجات كتيره جدا في منطقه حلوان و21 مايو، من مناطق يعني نعتبر مش كفاءه او مناطق نائيه الى مناطق حيويه. ساعدت كثير جدا من المراكز المؤسسات والايتام وغيرها من خلال مبادره كون ايجابي. معانا معاكم النهارده المهندس عمرو الاسواني، المنسق العام لمبادره كون ايجابي والمرشح المنتظر لمجلس النواب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، تشرفنا بيك يا فندم. شرفتونا النهارده وانا سعيده جدا بوجودك معانا. مبسوطين جدا. استاذ مصطفى، طبعا حضرتك احب اول سؤال تكلمني عن نفسك وعن الفن، ازاي دخل جواك وترعرع بقى كده وبقى حاجه جميله، وخصوصا وعند حضرتك في اسره عريقه فنيه؟ يعني هو يعني باختصار بس هعدي لك بعض الاسماء اللي انت قلتيها بالنسبه للاخوات. يعني اتفضل حضرتك. يعني احنا هنقول الدمرداشيه تقريبا حوالي 10 اجيال دمرداشيه. تمام. في الفن طبعا بتبدا بالمخرج الكبير المرحوم نور الدمرداش، ويليه المخرج الكبير فاروق الدمرداش، ثم المخرج مصطفى الدمرداش، وبعدين الاخ الرابع ده مهندس تكنولوجي وباور انما جيناته راحة للموسيقى. فبعد ما اتخرج من الهندسه التحق بالموسيقى العربيه ودرس، وعنده دلوقتي فرقه موسيقى عربيه كامله، وهو المايسترو رأفت الدمرداش. نيجي بقى للاولاد، طبعا الفنان احمد دمرداش طبعا له من نجوم التلفزيون وله اعماله الكثيره، بدايه من الحاج المتولي لحضره المتهم ابي. لا يعني احنا دايما طبعًا بس احنا بنركز على المتولي لان بداياته وهو كانت جميله، بدايه قويه كمان، جميله جدا. بدايه قويه قوي. وبعدين طبعا في شيرين الدمرداش اللي هي بنتي اكبر من احمد، دي مخرج اداب فرنساوي، والجينات بقى شغاله معاها طبعا، فاخدت دبلوم المعهد العالي للنقد الفني وهي مخرجه مسرحيه متميزه. يعني احفادي ملك بنت شيرين
دي يعني فنانة شاملة بتجمع ما بين الغناء والكتابة والرسم والموسيقى، وحصلت على جوائز كثيرة في الغناء الغربي في المركز الثقافي الفرنسي، وعملت حفلات على الأوبرا، أوبرا أكتوبر وكده. وأخوها محمود ده يعني لعيب كرة متميز جدا وممثل أروع. أولاد أحمد أعمار بقى 6 سنين، اللي هي مليكة. أنا عندي ملك ومليكة. مليكة من وهي في الحضانة بتمثل، يعني كلهم وبتختار الدور اللي هي عايزاه. يعني عملوا سندريلا على ما أذكر مرة، فالميس بتديها دور، قالت لي أنا عايز دور الشريرة مثلا، الساحرة والحاجات دي. بعدين فاروق قدم بلاش الصغير بقى ما شاء الله، ده عنده سنتين وشوية إنما رايح جاي بيدندن، تعرفيش بيقول لسه ما بيتكلمش عنده الاستعدادات ينغم ويدندن كده. الجين يا دكتور، الجين الجين شيء اساسي. زوجتي الفنانه المرحومه سامية امين، يعني توفاها الله اول ايام العيد الكبير رحمه الله عليه. وزوج ومرات اخويا كريمه مختار. حضرتك بقى الفن كان نابع من حضرتك منذ الصغر ولا عشان شفت اخواتك؟ لا، شوفي انا من صغري 6 سنين، يعني قد مليكة كده بنت احمد، كان نور اخويا طبعا مخرج في فرقه المسرح القومي. ايوه. وكان بيعمل مسرحيات، وكان بيعمل بروفات بالليل، وكان الفنانين بيقولوا البيت بعد الظهر عشان يعمل التدريبات وبتاع. انت عارف احنا من ابناء السيده زينب، من حي السيده زينب، وكان بيجوا بقى الجيل بتاع نور، سميح ايوب، حمدي غيث، شكري سرحان، صلاح سرحان. وكان البيت بتاع زمان كانت واسعه، فكان الصالون يسع يعني تعمل فيه تدريبات. انا كنت بخش وانا صغير واقعد على كرسي متاملا فقط، قاعد كده بشوف دول. اللهم الا بقى كنت انا اصغر واحد دايما، هو اللي بيشيل الليل، عامل لنا شاي، روح السجاير ويدوني الشيل، يدوني قرشين، يعني ايه مشغل نفسي بقى. بعد كده جه فاروق الدمرداش في نفس البيت برضو بتاعنا. أيوة. اللي هو بقى حسن يوسف واحمد رمزي وعادل مهلمي ومحمد الضفراوي و الى اخره، وكنت بقعد نفس القعده نفس الاعداد دي اللي قعدها معايا احمد وشيرين. ايوه. فطبعا الواحد تنفس يعني تنفس فن من صغره وهو بيشم الهواء كله فن، والمناخ كله فن، والميديا فاكيد انت هتتشبع. بجانب لو ما تشبعتيش، لو تشبعتي فن وانت مش موهوبه، لان الموهبه اللي ربنا بيحطها في الانسان مش 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 هتبقي فنانه. فالموهبه اساسا ربنا بيحطها في البني ادم، وبعدين بقى بيطورها بالرؤيه والمشاهده والدراسه والى اخره. طب مين اللي اكتشفها عند حضرتك؟ مين اكتشف الموهبه بتاعت حضرتك عندك؟ شوفي انا اخواتك يعني؟ انا احنا صعيده، احنا من منيا يعني. فبجانب ان احنا كنا 4 3 مخرجين وواحد موسيقار، البنات عندنا فيهم كانوا غاويين تمثيل وموهوبين جدا، انما الوالد بقى طبعا ما كانش حد بقى بنت تمثل وبتاع، ما كان لا ما فيش. كان ليا اختي الكبيره الله يرحمها، كانت متزوجه وعايشه في الفيوم. دي بقى لما الوالد والوالده مثلا يخرجوا عند خالاتي عند بتاع، انت عارفه السراير بتاعت زمان اللي هي الحديد الناموسيه دي. ايوه. الناموسيه دي كانت هي الستاره بتاعت المسرح، وهي تقف على ورا الستاره وانا اقف معاه ونحفظ حاجات، واخواتي التانيين واولاد عمي وبتاع قاعدين على الارض، كان يقطع الستاره ونمثل على فاختي الكبيره اللي يعني استشفت فيا موضوع التمثيل. بعد كده بقى الابتدائي بقى والحضانه والاعدادي وبتاع والثانوي، يعني مارست فيهم. أيوه. التمثيل المسرح المدرسي والمسرح الجامعي والى اخره، ولذلك انا تعطلت في الدراسه كتير. طبعا خاطر التمثيل. طبعا ده كان كل ده من وراء ابويا. لان رغم ان يعني ابويا الله يرحمه كان عنده 4 فنانين، انما كان الدراسه اهم حاجه. لا، الدراسه، وما كانش بيحب اللص الفني، ما كانش له
يعني تخيلي اب عنده 4 مخرجين من اكبر اسماء في الوطن العربي ومصر فعلا. عمره ما ودانا سينما، عمره ما ودانا مسرح كده يعني عمره. طب لما كان بيتفرج على الاعمال بتاعتهم ما كانش بيتضايق ولا لا؟ هو ما لحقناش احنا قوي، هو لحق نور وفاروق ولحقني انا شويه يعني، لان هو توفى بعد انا ما اتخرجت من الاكاديميه الاكاديميه بشويه. انما ملوش دعوه، ملوش دعوه. وخاصه انت عارف الاب دايما يحب ايه؟ التنوع في الاولاد في الدراسه يعني. واحد دكتور، واحد مهندس، واحد محاسب كده. انما لا، الثلاثه طالعين فنانين. وبعدين اخواتي الاثنين معاهم بكالوريوس تجاره ودراسات اخرى. انا دخلت الاكاديميه فقط، فما كانش موافق خالص، وذلك طردت من البيت لان دخلت من وراه. ايوه طردني من البيت يعني. رحت قعدت عند اخويا نور وكريمه مختار، بعدين رحت قعدت عند عمي شويه، بس انا لبيت له دعوته بس بعد ما توفى. ايوه رضاء ليه. دخلت كليه الاداب فلسفه وعلم نفس. جميل ما شاء الله. يعني ده علاقتي يعني او بداياتي مع الفن. استاذ عمرو، عايز اسال حضرتك سؤال. الفن مجاله ايه عند حضرتك بالنسبه للمبادرات؟ هل حضرتك بالنسبه للمبادره تكون ايجابي، بتشجع المجال الفني وبتشجع الاطفال الموجودين في المؤسسات، ليك دور معاهم فعال؟ احب اسمع يعني. طبعا اولا انا يعني بشكرك على تواجدنا معاك النهارده، ان اتحت لي الفرصه ان التقي بالصديق والاخ الاكبر والرمز الفني الجميل في حياتي. احنا انا شهادتي لمصطفى بيدي مرداش شهادة مجروحة لحبي له ولصداقتنا القديمة الكبيرة مع طبعًا بعض. طبعا اكيد طبعا. ربنا. وبحترم جدا النهج الجميل اللي هو موجود في جينات دكتور مصطفى. ان اللي انت ما تعلموهوش او انا اعلمه جيدا عن الدكتور مصطفى، رغم انشغاله بالادب والفن وانه يعني تريس وتقيد اماكن فنية كبيرة جدا، الا ان كان ده ما بيمنعوش نهائيا ابدا عن مساعده المجتمع المدني ومؤسسات العمل المدني. ومن هنا التقينا بشكل جميل جدا. دكتور مصطفى يعني كان دكتور مصطفى كان بيشارك معاك في الفن والمبادرات؟ ما حصلش مشاركه مباشره، ولكن كانت دايما يديني، ينور لي ضوء اخضر عن شغلي، ينور لي علامات مضيئه اينما اعمل، اطلق مبادرات مع مين، من يستحق، لانه هو تريس او مارس العمل العام والمجتمعي مع مؤسسات كبيره يعني جدا. يعني انا ليا بعد اذن حضرتك، انا ليا نشاط في المجتمع المدني بجانب النشاط او مهنتي في الفن كاخراج او كتمثيل او كاداره. تمام. فانا مثلا نائب اول لرئيس حزب سياسي، الرئيس الشرفي لمنظمه مصريه دوليه لحقوق الانسان. تمام. الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للتدريب التربوي. ايوه. الرئيس الشرفي لمؤسسه الابداع الفني، بجانب اشتراكي بقى بحوالي 15 جمعيه خيريه. طبعا جمعيات الايتام، ذوي الاحتياجات الخاصه، بعمل لهم كل المواهب. بعمل لهم كل سنه 3 مهرجانات، مهرجان بورسعيد ومهرجان اسكندريه، والتصفيات والجوائز والدروع بتبقى في القاهره. ده كله زي ما بيقول الاستاذ عمرو، انه مجهود يعني بعيدا او الجانب الاخر من مصطفى دمرداش اللي الناس ما تعرفوش. طبعا الاستاذ عمرو اسواني يعني له باع كبير في الفن على فكره. تمام. يعني مش وجه جديد لسه وكده. لا ده بقاله مش عايز اعجزه. لا حبيبي. انما له باع كبير في الفن وفي التلفزيون يعني. وكل واحد بقى راح الاتجاه واتقابلنا فجاه في مؤتمر خاص بالتنميه البشريه. ورجعنا ذكريات والتقينا تاني وبدانا يعني حضرتك كان عندك مشاركه كتير بالنسبه لا ده انا ده انا على طول السنه مؤتمرات حتى واحنا جايين دلوقتي يعني حطينا رؤيه جديده ازاي نضم العمل ده وناخد خبرته. دكتور مصطفى دايما معانا مداخله من الفنانه القديره وفاء الحكيم. الو. اهلا ازي حضرتك استاذه وفاء، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي. الحمد لله. يعني استوديو منور بالاستاذ مصطفى طبعا، ربنا يخليكي. ومعانا استاذ عمرو. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي معاكي.
طبعا استاذ مصطفى انا يعني شهادتي فيه مجروحه لانه استاذنا وقامه كبيره جدا جدا، والعائله الفنيه كلها لها بصمات وايادي بيضاء على كل الوسط الفني. لكن هو بالنسبه لي صديق غالي، سواء كان كزماله في الاذاعه، زماله على المسرح، علاقتنا بذوي الاحتياجات الخاصه فعلا ما بيبخلش عليا بالنصيحه في اي مجال من دول. وبتمنى دايما اشوفه في كل حاجه هو بيحبها، لانه فعلا هو مش فنان وبس، هو فنان بدرجه انسان ممتاز ومتفاعل في قلب المجتمع كله. ربنا يديله الصحه والعافيه. ربنا يخليك يا وفاء، وده يعني شهاده اعتز بيها جدا ووسام على صدري. ربنا لان يخليك. وفاء الحكيم يعني انا دائما باطلق عليها فعلا راهبه المسرح، يعني حياتها كلها وعشقها كله كان في المسرح، لم تفكر في يعني في الماده، ولم تفكر في الجاه، ولا تفكر في اي حاجه تانية الا المسرح ليلا ونهارا. وفاء الحكيم عاشقه المسرح، وقدمت الحقيقه يعني اعمال كثيره جدا، وحصلت على جوائز كثيره جدا، وبد ان يلقى الضوء على وفاء اكتر من كده، لان فعلا من الناس اللي هقول يعني عليهم ايه، مش عايز اكبرها، انما هي مخضرمه ما بين الزمن الجميل والحديث حقيقي. الحقيقه يعني والله ده كلام كبير جدا، وانا سعيده جدا بسماع الكلام ده. والله انا انت عارفه ان انا صادق يعني في كلامي. ايوه يعني انا عارفه طبعا، ولا والله ما اعرفش يا جامد. انا كنت بكلمها تليفونيا، كنت بكلم الدكتوره وفاء تليفونيا وانا بكلمها، فبقول لها يا دكتوره فاطمه تعلبه، فرجعت ايوه طبعا فبقول لها من زمن حاتم زهران كان عندنا نموذج جميل، ربى جيل كبير جدا. والحمد لله انا اكملت مسيره العمل الخدمي لذوي الاحتياجات طبعا، وفي مبادرات منسقه مع الدكتوره وفاء لاستيعاب اطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصه. برضه الجانب اللي لحد ما يعرفوش على استاذه وفاء انها محاضره ممتازه جدا جدا، ويعني التقيت انا وهي في محاضره كان في مهرجان من مهرجانات الافلام القصيره، فهي محاضره كويسه جدا، والمحاضره دي ما بتجيش من فراغ، ده بتيجي من علم وثقافه وبحث وخبره واطلاع فعلا، فهي شيء جميل جدا وشيء يحترم. هي حاجه جميله، وربنا يعني ينجحها. الله يخليك، حضرتك منور الشاشه، ربنا ويلا بقى مستنيينك في مسرح الشمس، ارجوك ولادك عايزينك ونستفيد بخبرات حضرتك الكبيره جدا. ان شاء الله ان شاء الله تحت امرك، واجي لك قريب ان شاء الله. والله هجيبه واجيب الولاد كلهم يا دكتوره ونكون عندك. يلا بينا، اهلا وسهلا بيك. ان شاء الله. اهلا يا دكتور، اهلا سعيده، وانا متغاظه علشان الجمال ده كله في الاستوديو، بس انا يكفيني جدا ان انا اسمع صوت حضرتك. لا نلتقي جداً. نلتقي وربي وفاء مع بعض هنا برضو ان شاء الله. ان شاء الله يجمعنا مع بعض ان شاء الله باذن الله. ليله سعيده ان شاء الله. شكرا 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 يا فندم. انت سلام. اتفضل يا فندم. استاذ مصطفى، حضرتك امتزت طبعا بان انت مميز في التمثيليات الدينيه والتاريخيه. طيب بالنسبه ده بيرجع بقى ايه لعوامل عند حضرتك وكفاءه في اللغه العربيه. ايوه تمام. طيب الشباب اللي طالع لو حابب ان هو يمثل الافلام دي التمثيليات ديت، ايه العوامل اللي بتخليه او تاثر او تخليه كفاءه في ان يقوم بالدور الديني او التاريخي؟ يعني شوف بتأهله يعني انا يعني. انا ما عملتش اعمال دينيه وتاريخيه فقط، انا عملت اعمال اجتماعيه بس حضرتك اشتهرت بيهم اكتر. يعني انا ليه انا اقول لك لابد ان الفنان اللي حابب الاعمال الدينيه يعني انا بعشق التمثيل باللغة العربية عشق، ولذلك عشان كده دخلت الدراسات الإسلامية أو لذلك أول جزء من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه كنت عامل أحد أخوات سيدنا يوسف. أيوه. ففي ناس ممثلين بياخدوا الدور ويحفظوه ويشكلوه ويخشوا يمثلوا، لا أنا يعني حبيت أعرف مين هو سيدنا يوسف، مين سيدنا يعقوب، مين أخواته، الزمن اللي كانوا عايشين ده في شكله ايه، التقاليد والعادات والتصرفات و الى اخره. فدخلت معهد الدراسات الاسلاميه سنتين وخدت دبلوم الدراسات الاسلاميه، وده نفعني في مشواري التاريخي والديني حبا في اللغه العربيه وحبا في الدين. رقم اثنين اللي عايز يعني يبقى ممتاز في اللغه العربيه في الاعمال دي انه يقرا القران كويس قوي. وانا ما قريتش القران، ما مسكتش القران كده وقريته، لا نيجي مثلا لسوره البقره
كنت اجيب الشيخ عبد الباسط سوره البقره على شريط ايام الكاسيت بقى أيوة. والحاجات احطه في الكاسيت هو يقرا وانا اقرا معاه فاعرف مخارج الحروف لان في الفاظ في القران مهما كنت يعني كويسه قوي او متمكنه من اللغه العربيه مش هتعرفي تقريها حقيقه في في مصطلحات وفي كلمات في القران فلما تسمعيها من الشيوخ الكبار اللي هم الشيخ عبد الباسط والطبلاوي والشيخ رفعت الحاجات دي تعرفي النطق الصحيح بتاع الكلمه فده لابد ان يقرا القران الكريم ولابد ان يدرس اللغه العربيه لان هو الاصل هو يعني الفنان او الممثل اللي هو التاريخي اللي بيعمل ادوار تاريخيه أيوة. ودينيه اللغه العربيه هنا او المسلسلات دي مش موهبه فقط ايوه لا ما موهبه من واحد ممكن يعمل اراجوز وممكن يعمل يتنطط هنا ويعمل صح. كوميدي ويعمل لا لابد ان يدرس اللغه العربيه تماما ويحبها شو هذا بالك لابد ان المرحله الدينيه اللي هو يعني بتاعه العمل الفني لازم يدرس يقرا المرحله الدينيه دي يعني اللي بيقدم على كده لازم يكون لما عملنا مثلا حياه الرسول عليه الصلاه والسلام جبت حياه الرسول وقريت يعني وده بيديكي بقى ايه يعني بيديكي ذخيره حتى بعد كده لاولادك وتقعد تشرح لهم يبقى عندك حتى يعني معلومات ده يا دكتور مصطفى برضو يعني معلش احنا يعني ده احنا مفتقدينه النهارده انا ما عنديش انا اولادي مش شايفه انا اقول لك الاعمال المنهزه احنا مفتقدينه و... جدا انت لسه يعني كنت هسال حضرتك يعني انت السينما المصريه او المسلسلات في رمضان كنا دايما بنحب نتفرج الاجابه عندي طبعا احنا مفتقدين ده جدا جدا ليه منتهى الامانه الدوله خلعت ايديها من الفن خالص ايوه تماما جمله واحده على طول وانا بقول ده يعني بوصل رسالتي للقيادات السياسيه الدوله خلع ايديها من الفن تماما هتقولوا لي ليه ما لازم يبقى في مبررات عشان اقول لها دي رساله للسيد الرئيس لان بتقاس حضاره الدول بحضاره فهم. الفن وتقدمه بالظبط صح يعني حقيقة. زي السلاح وزي أيوة التكنولوجيا أيوة. في تقدم في الفن في رقي في الفن الدوله بتتقدم وبترقى ليه الدوله خلع بقى ايديها من الفن بدنت الانتاج الاعلامي مقفولة تماما بقى لها 10 12 سنة لم تنتج عمل واحد لا ديني ولا اجتماعي وعندها 10 احياء متكلفة مليارات الحي الفرعوني والحي الريفي وحي اسكندرية حقيقة وعندها لا تقل عن 20 عن 30 استوديو خدت بال حضرتك دي مدينة الانتاج قطاع الانتاج في التلفزيون اللي احنا عملنا فيه الاعمال اللي الاجيال اتربت عليها كلها بنتكلم واحنا جايين مغلق بقى له 10 سنوات احنا مفتقدين فعلا الحاجه دي صوت القاهره اللي طلعت الاعمال بقى الثقيله الاجتماعيه والدينيه والتاريخيه والصعيديه والريفيه والدنيا كلها دي بقى ايه شمعوها لغوها فكيف ان تكون هناك دوله زي مصر تتقدم وبتمشي بسرعه الصاروخ في كل المجالات ما عدا الفن اللي هو أساس في رقي الدولة وأساس في حضارة الدولة صح. انت يعني كنا بنقول يا دكتور يعني انت لما تروح اي بلد عربي يقول محمود المليجي محمود ياسين ونور الشريف عندنا رموز رموز يعني دكتور مصطفى احنا لسه كنا بنتكلم الفن ده رسالة إيجابية يعني دعوة إيجابية كبيرة جدا ومارسناه بشكل او بآخر واتكلمنا عن مجهوده حتى اثناء الحروب احنا كنا بنتذكر انا والدكتور مصطفى السيده العظيمه ام كلثوم لما عملت المجهود الحربي أيوة. وساعدت بيه الدوله اثناء مشكلتها او نكستها فهنا ادي دور الفن الفن ليه ادوار متعدده الفن ده رساله اجتماعيه انت عارفه ان الفن ده حضانه وابتدائي واعدادي وثانوي يعني الفن ده مدرسه صح. ليه بقى لان بيجي لك لحد بيتك في كل الوجبات كل الوجبات انت قاعده كده بتشرب الشاي بيجي لك كل الوجبات التنويريه والتربويه والتعليميه والاخلاقيه والاجتماعيه والدينيه واللغويه والتقاليد والموروثات ما هو ده الفن بيوصل لك المعلومات دي لحد عندك فان لم يكن هناك فن
لا فعلا احنا مفتقدينه يعني. يعني شهر رمضان دايما كنا بيبقى مميز بالمسلسل الديني. حضرتك بتتكلمي على رمضان؟ اه. طيب احنا يعني اخر يعني اخر عمل اكتر حاجه كانت الجمهور دايما بيحب يتفرج على المسلسل الديني في شهر طيب. رمضان ده خلاص احنا اخر عمل عملناه في مصر في جمهوريه مصر العربيه اللي هي رائده الفن من 25 سنه اللي هو هارون الرشيد او عمر بن عبد العزيز. أيوة. أنا كنت في الاثنين من 25 سنة ما عملناش عمل فني ولا عمل تاريخي أو ديني. عملت تاريخية كتير. أيوة. يعني يا دكتور مصطفى احنا عندنا مشكلة كبيرة. احنا ما ينفعش المنارة الفنية بتاعتنا تترك للقطاع الخاص فقط لغير يتحكم في أساسياتها يتحكم في شوف رؤيتها أو في ظهورها. يعني زي ما عندي تحكم لشركات القطاع الإنتاج الخاصة يبقى كان عندي هالة كبيرة قوي السيدة العظيمة آسيا في هذا التوقيت أنتجت فيلم من أروع وأجمل أفلام السينما المصرية صلاح الدين وخسرت فيه خسارة بالغة ولكن أصرت إن هي تقدم مع اتجاه الدولة اتجاه التجاري طبعًا. اتجاه آخر طبعا ما مجد عمل جميلة أبو حريد ومجد عمل جميلة أبو حريد لا في حاجات من دي يعني أنا قابلت الرائدة جميلة أبو حريد معنا الأستاذة رضا محمود مكالمة ودخلة الو الو مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بيك يا فندم اتفضلي طبعا الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه مهم جدا اللي هو تاثير الفن على المجتمع طبعا خلينا نقول ان في علاقه ارتباطيه موجبه ما بين الفن وما بين ادراك الايه ادراك الشباب خاصه وان الفن عبارة عن تفسير للمجتمع والشباب بالقضايا المجتمعية اللي هم بيبقوا فيها مش بس الشباب كمان الـ الأطفال والكبار خاصة مشاكل زي الإدمان التفكك الأسري الإرهاب الانتماء والولاء للوطن تمام معاك مع حضرتك طبعاً. كلام طبعاً. هو كلام حضرتك جميل طبعاً هو صح واحنا مفتقدين طبعاً الحاجات يعني دي كلها في ثقافة عالية أيوة هو ده ايوه صح هو ده الفن ووجه الربط الناعم يعني انا بتكلم يعني بايد كلامها الشباب النهارده اذا جيت اتحاور معاهم باي شكل من الاشكال ممكن ينفر مني ويبعد مني بسهوله ولكن عندي لغات اقدر اتحاور بيها ويقبلها مني بسهوله وهي لغه الفنون بكل انواعها الفنون والرياضه الفن كمان لو احنا هنتكلم عن الدراما بالذات التلفزيونيه ليها تاثير قوي لان نسبه المشاهده بتبقى عاليه قوي فبالتالي بنلاقي ان المسلسلات والافلام طبعاً. بالضبط كده بتزود عمليه الوعي عند الجمهور خاصه الشباب والاطفال يعني لما بييجوا يقيسوا مقياس الدراما تلاقيها لما تنجح قوي تاثر في الناس فتلاقي مثلا الشباب يبقى يعمل يلبس زي الممثل يتكلم زيه ياخد يقتبس حتى اللي هو يبني منه ده حقيقي تمام طب يمكن اقرب لكم الفكره قوي من حاجه واقعيه جدا انا ليا يعني صديقه عايشه في دوله عربيه ما بتجيش مصر غير في الاجازات بس فبالتالي ولادها تقريبا ما يعرفوش حاجه عن مصر غير الشهر الاجازه اللي هم بيقعدوا فيه فلما اتعرض في رمضان اللي فات مسلسل الاختيار وطبعا هو كان ملحمه وطنيه وبالتالي كان بيجسد دور اللي هو الضابط في الجيش المصري وقد ايه هو ممكن يضحي بحياته وعنده اسره واهم حاجه الولاء والانتماء للوطن. ابنها عنده تقريبا 14 سنه. تخيلي حضرتك قال لها ايه؟ قال لها يا ماما انا باذن الله لما اكبر انا هكون ضابط في الجيش المصري واتطوع. ما شاء الله طبعا علما علما انه ولد وحيد يعني لو جه يدخل مثلا هو ملوش جيش بس قال لها كده هيخش عادي بالظبط كده قال لها انا هكون زي منسي وهدافع عن وطني وضد الارهاب فتخيلي قد ايه الدراما هي مؤثره في الاطفال والشباب فعلا انا عاوز اضيف دي حقيقه فعلا عاوز اضيف يعني هو كمان اصل الفن على فكره اقرب شيء اتفضل يا فندم ايوه فندم كمان انا عايزه اقول ان هو بما انه بيجسد الحياه تمام او حياتنا بمشاكلها المختلفه علشان كده الفن قريب قوي سواء في التلفزيون سواء في المسلسل
علشان كده العبء كبير جدا جدا على القائمين في مجال الفن. انتوا يا جماعه خلي بالك، انت بتبني جيل، بتبني افكار، بتبني مبادئ، بترسخ قيم بانتماء ولاء للمجتمع. عايزه اقول انك بتطهر الافكار، حتى انت بتعمل دعم ووعي لكل فئات المجتمع من الصغير لحد الناس الكبيره. فعلا كلام حضرتك مظبوط يا فندم. تمام جدا. شكرا. العفو يا فندم، كنت سعيده جدا ان كنت معاكم النهارده. نورتينا نورتينا. لا انا عايز اقول ان الفن يعني الشيء الوحيد اللي بيقرب ما بين الشعوب. هو هنقول الفن والرياضه، بس نرجع الرياضه فيها تنافس وفيها صراعات، وانما الفن اقرب. الشيء الوحيد اللي لا السياسه ولا السلاح ولا الصادرات ولا الواردات، الفن الوحيد اللي بيقرب ما بين الشعوب. وتقارب يعني ناعم. سوفت جدا بيصل ليا هو نعمل. هو طب هل الفن فيه منافسات؟ لا يعني في بعض الفنانين بيبقى عندهم نوع من انواع المنافسه ولا العمليه عاديه جدا؟ لا لا لا، الكلام ده بقى ايام احيانا الكلام ده ايام عبد الحليم وفريد، وكانوا هم الاثنين بيصنعوا الحكايه دي عشان يعني يعملوا رواج لحفلاتهم. انما كانوا حبايب قوي. لا دي مساله لا لا لا، بس انا ضد فيلم كلمه الزمن الجميل. ما هو الزمن الجميل ما بحبش اسمعها. يعني ليه؟ يعني احنا لما نقول ايه، لما انا اقول او حضرتك تقولي لي ان انت من لا انا لا انا عايز اوضح يعني. لا انا اقصد يعني حضرتك يعني لا اسمعيني اتفضل حبيبي. يعني لما حضرتك عايزه تساليني بلاش تقول انت. ايه رايك في الزمن الجميل وايه رايك دلوقتي؟ انا لما اقر ان كان في زمن جميل يبقى انا بأقر دلوقتي ان الزمن فيه رديء وانا المسؤول عنه. احنا كلنا مسؤولين على هذا. يعني بيحمل نفسه المسؤوليه. امال امال انا بحمل بخلاف يعني كثير من الفنانين، وبحمل التلفزيون والاذاعه والمصر، لانه يعني الزمن الرديء يبقى احنا كلنا مشاركين في هذه الرداء. فندم الاجيال كانت بتتعاقب وتتوالى وتولد لبعضها وتورث لبعضها. لا وبتبتكر يعني جيل جورج ابيض وزكي كليمات ونور الدمرداش، بعد كده نور الدمرداش وشوكو سرحان، بعدين جيل كرم طاوي وفاروق الدمرداش وسعد أرضش طوروا، وبعدين انور رستم ومحمد مرجان والاستاذ الكبير ربنا يديله الصحه والعافيه استاذ سمير العصفوري. اجيال بتتتابع وبتعمل تقدم. انما الزمن الرديء ده مسؤوليتنا احنا. والله احنا يعني ما اقصدش الزمن الرديء بالمعنى، ولكن انا اقصد يعني انا مش بتكلم على حضرتك انت. لا احنا بنتكلم اللي مشاع عن الدنيا كلها بيقولوا جيله الزمن القديم الزمن الجميل. على اساس حاجه واحده، ان دلوقتي معظم الدراما ومعظم الحاجات يعني مركزه على حاجه واحده، العنف. العنف القتل. القتل والعنف اصبح المخدرات. بالظبط كده. الخيانه. ايوه بس من ده مش مكتوب. انا مع وضد. انا مع وضد. يعني اولادنا بيقلدوا. انا مع وضد. انا مع ان انا اخد ما هو واقعي وموجود في الشارع بقابله اسيره واصلح منه، وضد ان انا اعمل سبوت كامل وفصص كل الامور بشكل غير عادي، ويعني كاني بقول للشعب الخارجي او العالم كله ان الشعب المصري كله بلطجه وكله. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه بمنتهى الامانه، ان جميع الاعمال الفنيه او معظمها لا يتفق مع موروثاتنا وتقاليدنا وعاداتنا ولغتنا واجتماعياتنا. العنف والقتل وموجود في كل مجتمع في العالم. طبعاً. وموجود في المجتمع المصري. انما احنا ثلاثه قاعدين اهو، في عندنا حد من ابنائنا قاتل؟ لا لا لا. او معاه مطوه؟ لا لا لا. فاذا هذه النسبه نسبه ضئيله جدا في المجتمع المصري، ضئيله جدا جدا. ووظيفه الفن انك تجمل الواقع. يعني حتى لو انا عندي بلطجه اجملها في التقديم، مش اجمل النوعيه. ايوه اجملها في الشكل بتاعها. ان الفن يجمل الواقع. انما احنا بننقل الواقع كما هو. لما تحسبي عدد مسلسلات رمضان اللي فاتت والناس اللي ماتوا فيها تخ تخ والحاجات دي لا يقل عن 300 واحد ماتوا في المسلسلات. صح ومفيش حاجه اسمها الجمهور عايز كده. لا تماما. لا بدليل. لا بدليل. لا بدليل.
ان احنا بقى لنا 10 15 سنه بنقدم كوميدي وبلطجه ومش عارف ايه وده. يعني زمان كنا بنقدم الصعيدي والفلاحي والتاريخي والديني والاجتماعي والسايكولوجي. خلاص ما عندك عملين يشهدوا ان الجمهور الاختيار والفيلم الممر والممر الممر لما الجمهور كثافه جماهيريه وايرادات عاليه جدا. اذا في مش الجمهور عايز كده، لا, لا. عايز حاجة احنا اللي عايزين كده. من يدير؟ لما اقدم للجمهور من يدير؟ لان هي المساله كلها اداره وإرادة. إدارة وإرادة. الناس اللي ماسكين الفن عن شاطرين في الإدارة عايزين يجيبوا قد إيه يعملوا، إنما ما عندهمش إرادة. فأنا يعني والله يعني أنا برضو بتفق مع حضرتك، بس هو كل ما قلالك أنا برضو كنت بشوف الأفلام القديمة بشكل إنها كانت بتقدم حتى العنف اللي موجود في الشارع بشكل كوميدي أو شكل سوفت بسيط جدا. إحنا كنا بنشوف العصابات حتى زمان كانوا يزورها دايما لبسة لبس معين وتيشيرتات معين. إحنا كانت موضوع الأداء متقدم ببساطة مش بتفعيل او تفحيل كده بالشكل اللي هو النهارده بقى. اشوف ان الشارع كله عنف ويخرج بعد المسلسل او العمل نماذج عندي في المناطق الاولاد بقى والاعمار الصغيره والحاجات دي كلهم بيقلدوا دلوقتي. بيقلدوا، انا بتكلم على كده يا فندم. حتى الالعاب اللي بيوصلوا لها، حتى الالعاب الجيمز اللي بتوصل لهم النهارده بيتعاملوا على ان في العاب العنف هي فيرست، هي الاولانيه. فانا يعني بايد دعوه الدكتور مصطفى للدوله الاهتمام مره اخرى بالاشكال الدراميه الجميله التاريخيه والفنيه، ونعيد بقى امجد السينما العربيه المصريه يعني. طبعا الدراما المصريه دي اصلها هي الدراما الام، والدراما اللي علمت كل الدول العربيه، والدراما اللي انتشرت قبل اي دوله. حقيقي انتشرت في شمال افريقيا وراحت الصومال، ويعني راحت الدول كثيره جدا غير الدول العربيه والاسلاميه. فمصر هي الام في الدراما، فكيف تكون الام بهذه الحاله يا فندم؟ حتى المجتمعات الفنيه الغربيه لما خدت، انا ما شفتش نماذج غير نماذج مصريه. يعني انا شفت عمر الشريف وهو طالع من 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 مصر هنا ويؤخذ في افلام مثلا غربيه ويسند اليه اعمال جميل راتب. في النماذج دي يبقى بنقول ان احنا دراما الام او الفن الام. لا طبعا طبعا. طب حضرتك يعني واجهت في بدايه رحله حياتك اي صعوبات وكانت زوجة حضرتك بتساندك فيها يا فندم؟ حضرتك في بدايه اعمالك واجهت صعوبات؟ يعني الصعوبات دي قدرت تقف؟ يعني واجهتك صعوبات، زوجة حضرتك كانت بتساندك ولا كانت ضدك او ولا كانت معاك؟ لا هي كانت بتساندني 1000%. تمام. طبعا وقفت معايا مواقف كثيره جدا لان انا كنت كسول شويه في الاخراج رغم عشقي للاخراج. فكنت قاعد مثلا اخرج عمل وكانت اعمالي الحمد لله رب العالمين بتاع سنه واثنين وثلاثه، رغم ان هي في الاول كانت مسرح دوله مش قطاع خاص. انا اخرجت بوبي جارد في القطاع الخاص واخرجت قطاع خاص كتير، فكانت دايما هي الدافع اللي تقولي لا لازم تعمل حاجه. ما يعني في اجيال بتطلع يا عادي السحب الكلام بقى بتاع هيسحب البساط من تحت رجلي. كان دايما تدفعني ان انا يعني دايماً اتقدم جنبك في اي مواقف صعبه. أمال طبعا طبعا. نموذج المراه المصريه نموذج المصريه طبعا نموذج المراه المصريه الناجحه الجميله طبعا طبعا يعني طبعا على عشره العمر طبعا كانت زوجه صالحه وفنانه كبيره وساندتني كثيرا جدا جدا يعني. الحمد لله فنانه سلامين دي كانت ممثله قديره الحمد لله الله يرحمها. طيب عايز اسال حضرتك استاذ، قول لي بالنسبه لمبادره تكون ايجابي دورها ايه في الشباب؟ احنا يعني مبادره تكون ايجابي يعني المبادرات بتسمي حضرتك بدون قطع حضرتك، حضرتك عملت مبادره خاصه بيك خاصه بمغنواتي بتدعي بيها للشباب. طبعا طبعا. طب حضرتك بقى تتكلمنا عنها شويه. طبعا. اولا يعني انا بقول ان المبادرات اللي بتسمي نفسها في اتجاه واحد دي مش مبادرات تعيش العمر كله. المبادره من وجهه نظري ان هي بتعمل في شتى المجالات، عندها هدف. يعني انا من مسمى مبادره تكون ايجابي بنظر كل ما هو ايجابي في الفن، في الرياضه، في في التعليم. انا عايز الفن بقى كنت لما اجي في الفن هنا لما اجي في الفن هنا انا عندي جزء كل الفن موجود. دكتور مصطفى واحنا جايين كان بيتكلم معايا بيقول لي موجود في كل ذات بشريه، في كل شخص موجود جواه حته فنيه. اذا استثمرتها جيدا، اذا فعلتها هتاخد منه نموذج مهندس جيد، نموذج طبيب جيد.
لما بصيت للفن ان المرحله الاخيره كان في دعوات فنيه مش ظريفه، في انحطاط في الذوق العام الفني، عرض عليا اصدقاء ان احنا نعمل جذب من خلال مبادره كون ايجابي للشكل الشارع، ازاي نعيد الفن الجميل اللي معترض عليه دكتور مصطفى طبعا. لا 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 يعني هو لا والله مش لا مش هتربى معانا يعني، اصل احنا مش مدينا فرصه ان احنا نبدع. بالظبط. ما انا هابدع فين الا اذا كان هناك مكان ابدع فيه. مزبوط. هذه الاماكن اغلقت، فابدع في بيتي بقى. انا قاعد الفتره اللي فاتت دي كلها بطبخ دلوقتي وبعمل حاجات حلوه. جميل. والله بقيت 100% مصر كلها. ما فيش فن بقى، ما انت لا تقرا لا تطبخ. صح. لا بتاع. طب حضرتك مش بتشجع الشباب بقى للعمل يعني؟ انا حياتي كلها تشجيعش. انا دلوقتي يعني حضرتك بتقول انت قاعد بقى في البيت لك، ولا بتشجع برضو الشباب وانت قاعد في البيت؟ لا بشجعهم طبعا. لا مش منفصل. تمام. بتساندهم يعني؟ انا قعدت 12 سنه مدير لمسرح الشباب. ايوه ما انا عارفه. طلعت نجوم على فكره، مش هقول اسماء، نجوم سينما. حضرتك اترشحت نظرا لحبك للشباب وارتباطك بيه ومبدعين ومؤلفين وشعراء. طلعت يعني الحمد لله كتير قوي. لا طبعا الشباب دول ده حياتنا كلها يعني. يعني لو جالك شاب وحب ان هو عنده موهبه، حضرتك بتسنده وتوصله؟ اوصله في اذا كنت انا مش عايز اوصل الدنيا. ما مش عايز توصله. لا اشجعه بس. اشجعه اذا كنت اوصله. لا مش شجعهوش يعني، ما عشموش ان انا يعني ربنا يسهل. كلمه بقى حضرتك تقولها لنا كده جميله للفن وللشباب من منظور الدكتور مصطفى. لا شوف، انا يعني انا بقول للشباب يعني فكروا في الانتماء شويه. لابد ان يكون هناك انتماء للبلد، دي حقيقه. لابد الاعتراف بما يفعله او تفعله القيادات السياسيه من كل حاجه حلوه. ده كل يوم تصحي من النوم تلاقي مشروع جديد. بقى لنا 6 سنين دلوقتي مش قادرين نحصر المشروعات اللي بتتعمل. في 18 مدينة اتعملوا، 18 مدينة جديدة. فعلا احنا زمان لما كانوا مثلا ايام الصلاحية، مدينة الصلاحية قعدنا نغني عليها 25 سنة عشان عملنا مدينة الصلاحية. ايوه انا بتكلم يعني بجد والله، بفعليا 18 مدينة جديدة، مدينة المنصورة جديدة ودمياط الجديدة وخد عندك بقى وقنا الجديدة والقاهرة الجديدة، وبعدين 13 مدينة عشوائية وزيلت. الله. وبعدين بقيت المشاريع بقى يعني مش قادر احصرها بقى، النور والكهرباء بقى وتحليه الميه والمنسوجات ومش قادر احصر يعني. انما عادل. يعني انا متهيألي ان الرئيس السيسي بجد والله ده تصوري انا، قام من النوم يوم 30 يونيو ما نامش لحد دلوقتي. ايوه فعلا. انا متهيألي ما نامش. صح صح. ده كل ساعتين مشروع جديد. فانا بقول للشباب لابد ان تعترفوا. ما يجيش حد يلعب في مخكم بقى على السوشيال ميديا، ناس قاعده بتاخد فلوس وقاعدين تحت البطانيه بيشربوا شاي وسجاير ويقعدوا يعملوا اشاعات ويعملوا ما ننقضش ورا الحاجات دي. الشاب يبقى قاعد النهارده على الكافيه بياخد يروح لابوه او مامته، انا نازل شويه فين؟ ايدك يا حاج ايدك مش عشان ياخد فلوس. طب يجي لك وظيفه ب 7000 جنيه مش عيب انك تشتغلها. طبعا. وخاصه انها وظيفه يعني اي مهنه شريفه. فمثلا يجي يقول لك شركه امن عايزه شباب ياخدوا 6000. في كتير بيرفضوا. كلهم بيرفضوا. انا اشتغل امن. يا عم اشتغل سنه واثنين وثلاثه لحد ما تلاقي تبقى مدير عام في مصنع، بس يشتغل وهات قرشك يعني. فانا عاوز اقول للشباب يكون عندهم انتمام اكتر، يكون عندهم حب لبلدهم اكتر. يرحموا ابوهم وامهم من الضغوط اللي هم عاملين، ما يقعدوش يعني يصرفوا عليهم 30 سنه لحد ما يتخرجوا من الجامعه. أيوة. عشان في الاخر يدوهم مصروف يقعدوا على الكافيه يشربوا نسكافيه ولا شيشه ولا كلام فاضي. احنا بنشجع الشباب. واخرهم المبادره، المبادره الرئاسيه الجميله اللي هي معموله برضه حتى للشباب. والمبادرات دي بقى لازم تجمع الشباب. ان انا اجمع الشباب ديت واخليهم يستثمروا طاقتهم التكنولوجيه اللي متعلمينها ويتعلموا ويحصلوا على الماده والمال والعلم من خلالها، هو ده الرؤيه. وبلس الفن. النهارده بقى مبادره تكون ايجابي عامله لحضرتك مفاجاه، فعايزين نشوف المفاجاه الجميله. انا بحب المفاجات قوي. عايزين نشوف المفاجاه الجميله اللي مقدمها لحضرتك مبادره تكون ايجابي. شيء بسيط طبعا ان احنا نكرم الدكتور مصطفى الدمرداش
الرائد في الاخراج الكبير. الله يخليك. بنكرمه بدرع بسيط جدا، هو درع المبادره وشهاده المبادره. لا والله وكفايه تكريمكم بالكلام ده ليا يعني. ده والله كفايه الاستقبال وحضراتكم يعني. ده شرف لينا ان تنور برنامجنا والله. ربنا يخليك. ميرسي. شو تنورت بيك. الف شكر. لا والله ده انا سعيد جدا بيك. احنا اللي سعداء بحضرتك. وبالموضوعات المختلفه. يعني والله. وسعيد بحضرتك طبعا لانك. انا سعيده ان لبيت علينا الدعاء. نقدم بس درع بسيط. اقف خليه. اتفضل حضرتك. درع بسيط، درع المبادره. اتفضل يا استاذ. شكرا. مفيش زوم اوت ولا حاجه علينا كده من بتاع. لازم لازم يبقى في. شكرا قوي حضرتك، اهل الكل تقدير ودورك وما اديت. انا بشكر قوي طبعا كل البرنامج والوراء الكاميرا، وبشكر السيد المخرج والقناه يعني حضرتك نورتنا شيء بالفعل. سعيد جدا ومش شرف ليا كبير. ده شرف لينا ان حضرتك نورتنا، ودي اقل حاجه ان احنا نقدمها. ربنا يخليك. وده برضه تقدير بسيط للسكرين شوت اللي بيطرع كتير من اعمال المبادره، نقدمه لك النهارده من مبادره كل ايجابي. شرف لينا. شكرا. شكرا لحضراتكم وشكرا اعزائي المشاهدين، تابعونا حلقه جايه ان شاء الله مع شخصيه جديده من برنامج سكرين شوت. شكرا شكرا.